أيمن الجندي، مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية. المؤتمر النهاردة هو إلحاح على صناعة مستقبل أفضل بوجود السينك تانك أو مؤسسة التفكير والخبرة اللي وصل في العالم عددها 8000 مؤسسة تفكير، وصل في أمريكا وحدها 2000 مؤسسة تفكير، وإحنا ما زلنا لسه بنعاني وبنحاول نوضح للناس مفهوم وأهمية السينك تانك. المؤتمر العربي وحضروا وفود من الحمد لله السعودية والأردن وعمان والسودان والكويت، الحمد لله ما شاء الله المؤتمر يعني تعدى 120 مشارك. احنا عندنا خطة واحدة سنوية باسم الاتحاد بنطرحها على كل الحكومات، ومن حابب يستفيد او يتعاون معنا كبت خبرة معتمد احنا بنرحب بده. التربية والتعليم والقوى العاملة والاستثمار والنهاردة المشاركين معنا وزارات عندها فكر وعندها تطلع للتعاون والاحتكاك بالتجارب الخارجية، واحنا نعتبر احد هذه الانفاق الى التجارب العالمية الناجحة، فاتمنى ان شاء الله نكون في تعاون مثمر معهم في القريب العاجل. حضورهم بالنسبة لنا بروتوكول. حضورهم معنا بروتوكول وقناعة بالفكر اللي احنا بنحاول نتكلم فيه، محتاجين مؤسسات تفكير وخبرة داخل كل منشأة حكومية عربية. الهدف الاساسي في الاخر هو الارتقاء بالتنمية الادارية في المؤسسات العربية، الهدف الارتقاء بقيمة الفرد كرأس مال بشري داخل مؤسسته اللي هي احد اركان المجتمع. شكرا جدا، اهلا بيك، شرفتني.